حياكم الله. خفضت الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي أعداد المقبولين في كليات الطب بالجامعات الرسمية بقدر كبير جدا بما يقارب 70%، وهو ما وصفه البعض بالقفزة. مبرر الحكومة جاء كما يلي: التخفيض بسبب الطاقات الاستيعابية للكليات في المقام الأول، وليس فقط لقضايا المخاوف من أن تصبح التخصصات راكدة ومشبعة، غير أن هذا التخفيض اعتبره طلاب وأولياء أمور ظلما، وأن مثل هذا القرار كان يفترض به أن يأتي بالتدرج، بمعنى بنسب متتالية على عدة أعوام. هذا القرار دفع بعض الطلبة للاعتصام أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة برفع نسب القبول في كليات الطب في الجامعات الرسمية. فهل ستستجيب الوزارة لهذا الطلب؟ سؤال ننتظر الإجابة عنه اليوم في صوت المملكة. لكن قبل ذلك دعونا وإياكم نطلع على نسب التخفيض وأعداد طلبة الطب في السنوات السابقة، إذ بلغت أعداد المقبولين في تخصص الطب 2150 مقعدا في العام الماضي 22، لتصبح هذا العام 640 مقعدا. وصلت نسبة التخفيض إلى حوالي 70%. عدد الطلبة الحاصلين على معدل 96% فما فوق، هذا في الفرع العلمي، 1640 طالبا هذا للعام الحالي. عدد الطلبة المعيدين الحاصلين على معدل 96% فما فوق أيضا في الفرع العلمي، تقريبا 686 طالبا. 6 جامعات تدرس الطب في الأردن. النقاش سيكون أكبر والتفاصيل أكثر مع ضيوفي. أبدأ بعضو مجلس التعليم العالي الدكتور أنيس منصور. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. وأهلا بمنسق حملة ذبحتونة دكتور فخر دعاس. أهلا بك. أهلا وسهلا. اهلا برئيس اللجنه الاعلاميه في نقابه الاطباء الدكتور حازم القرالي. مساء الخير دكتور. مساء الخير، حياكم الله. واهلا بطالبه التوجيه رهف مصاروه. اهلا يا رهف. اهلا. صوت المملكه بدا. اهلا بكم جميعا. مساء الخير. أهلا بكم من جديد. اسمحوا لي أن أجدد ترحابي جميع الضيوف. مع حفظ الألقاب سأبدأ هذا اللقاء. أهلا بالدكتور فاخر والدكتور أنيس والدكتور حازم، وإن شاء الله يا رهف تصيري دكتورة إن شاء الله. أبدأ برهف، تفضل يا رهف، كم معدلك؟ أنا معدلي 96.75%. 96.75%. أنت علمي؟ نعم. قدمتي على القبول الموحد ولا بعدك؟ قدمت. شو حطيتي الاختيارات؟ اعطيني اول 5، ما بدناش اول 10. حطيت اول اشي طب، بعدين طب اسنان، دكتور في الصيدلة، نعم، قانون، نعم، من بعديها هندسة حاسوب. طيب اخترت الطب في كل الجامعات التي بتدرس الطب ولا لا استبعدتي؟ يعني اخترت الطب اردنية كلهم الستة. نعم. وطب الأسنان بالجامعات الثنتين، أردنية وتكنولوجيا. نعم. والصيدلي في الجامعات اللي بتعطي تخصصات الصيدلي والقانون. هل تعتقدي اليوم بعد تخفيض مقاعد الطب إنه رهف المسار والحاصل على 96.75 تحصل على مقعد طب أو طب أسنان؟ أنت عندك مكرمة ولا لا؟ أبناء عاملين، مكرمة الجيش أو معلمين؟ عندي مكرمة معلمين. مكرمة معلمين، وضع كويس يعني شوي. ما بتفيد بالمعدل. تفيدهاش بالمعدل؟ طيب يعني ماشي. بس بالنفقات المعلمين. ماشي بالنفقات. طيب اليوم هل تعتقدي أنه تحصلي على مقعد طب أو طب أسنان؟ صراحة يعني أنا شبه فقدت الأمل، يعني مع كل إشي قاعد بصير حاليا. عم بشوف طلاب معدلاتهم 98 وهم كمان ما عندهم مش أمل أصلا، فأنا كيف بدي أحلم في الموضوع؟ شو وجهة نظرك وما هي مطالبك؟ خلينا نسمعها منك وبعد ذلك نشكرك ويتم النقاش عليها، لأنه اليوم الأهم في هذا الموضوع هو الطالب
واحنا بلشنا معاكي كطالبه، والله معدلك بيرفع الراس كويس، 97 جايبه ما شاء الله، 96.75. ما هي مطالبك؟ تفضلي. هم كم سؤال بدي احكيهم بناء على لقاء الدكتور مهند الخطيب امبارح. تفضل. العام الماضي كم كان عدد طلاب الطب يلي على المقاعد لما تقبل 2400 طالب جديد؟ طيب اذا هم كانوا بيحكوا انه في 20000 طالب والجامعات ما بتتحمل الا على 15000، هاي الاعداد يعني المفروض انها ما بلشت جديد، ليش ما بدا التخفيض الا هاي السنه؟ طيب لماذا التخفيض هذا العام؟ سؤال اخر. صح، احنا اليوم معنا الدكتور انيس وهو عضو مجلس التعليم، يعني هو من بيصنع السياسه هذا القرار. تفضلي كملي، هذا سؤال. الثاني انا بدي اعلق على المواضيع والاسباب يلي ذكروها، اللي هو انه كان في طلاب من سنه التحضير وطلاب من اوكرانيا والدول الخارجيه، فهذا الشيء ادى الى اعداد زائد عن حد استيعاب الجامعات. طيب لانه كل هاي الاسباب كانت موجوده من زمان، يعني اقلها مر عليها عام ونصف الى ثلاث اعوام، فليه هلا بلش التغيير؟ ماشي، وهلا خطا تم ارتكابه من وزاره، لازم تتحمل الوزاره ومن ساندها في هيك قرار. كطالب وكمواطن من حقي انه يتوفر لي مكان تعليم نفس اللي يتوفر اللي قبلي اذا ما كان احسن، لانه احنا المفروض عم نتطور ونتحسن مش بنرجع لورا. ماشي، اذا بدكم تقللوا اعداد قللوا بالنسبه اللي صار لكم سنه بتحكوا فيها اللي هي 20%. مشكله زي هيك ما بيتم اكتشافها بيوم وليله عشان بيوم واحد يتقرر انه نقلل بنسبه 70%. ماشي، فمش من العدل انه طالب العام الماضي جاب معدل 94.9 قدر يدخل طب، بينما طالب معدل هاي السنه ما مش بامكانه انه يحلم فيها اصلا. بعيدا عن انه الامتحانات هاي هذا العام كان اصلا اصعب من الامتحانات في العام الماضي. نعم، واخر شيء ايش ذنب طالب انه انولد بعام 2005؟ ما له ذنب، ما له ذنب، الله يوفقك، الله يوفقك. شكرا لك يا رهف المصاروه. ذنبه ب 2005 انا بجاوبك عليه، والله ما له ذنب ان شاء الله، الا اذا تقصدي انه القرارات التي اتخذت على طلاب ب 2005، لا يغرك الطلاب اذكياء والرسائل مبطنه يعني. ما شاء الله عليهم. شكرا يا رهف، وانتظر الاجابه من الضيوف، واحيل هذه الاسئله للدكتور انيس. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير استاذ. مساء النور. ومساء الخير للساده المشاهدين وللدكتور في الاستوديو. حقيقه مجلس التعليم العالي يضع السياسه العامه لقبول الطلبة في كل عام. نعم. وهذا جزء من مهامه القانونية والتشريعية بموجب قانون التعليم العالي. واللي بدي يعرفه السادة المشاهدين وأبنائنا الطلبة أنه أعداد الطلبة الذين يتم التنسيب بقبولهم وتحديد قبولهم يتم بموجب القانون. بمعنى من ينسب الأعداد إلى مجلس التعليم العالي، و حتى أكون دقيق إلى هيئة الاعتماد، هو مجلس أمناء في الجامعة الرسمية. ماشي. هو الذي يحدد وينسب بهذه الأعداد بموجب قانون الجامعات المادة 10 وبموجب السياسة العامة للقبول. فهذه الأرقام تصلنا من الجامعات الرسمية على ضوء معطياتهم أقدر بتحديدها، سواء من حيث كويس. يعني اليوم صاحب القرار في تخفيض اعداد المقاعد هم رؤساء الجامعات الذين بعثوا للتعليم. لا خليني بس اكمل عشان توصل حاجة عشان حاجة توصل الفكره. صحيح، تفضل تفضل. الان بموجب القانون مجلس التعليم العالي يضع السياسه العامه للقبول. كويس. بموجب قانون الجامعات من يرشح اعداد المقبولين حسب القانون الجامعات هو مجلس الامناء. ماشي. بناء على توصيه من مجلس العمداء في الجامعه. هذه الأعداد تذهب إلى هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي، ومن ثم يتم عرضها على مجلس التعليم العالي. ماشي. الآن إذا رجعنا إلى القانون نجد بأن مجلس الأمناء محدد بضوابط عندما ينسب بهذه الأعداد. كويس. ما هي هذه الضوابط؟ معايير الاعتماد، الطاقات الاستيعابية، ومعايير الجودة. بمعنى لا أستطيع أن أقبل طالب في الطب وما في له مكان يدرس. شو المقصود في المكان؟ المقصود في المكان البنية التحتية. بمعنى أنا عندي قاعات صفية وعندي مختبرات وعندي تدريب، وبالتالي لازم أكون موفر كجامعة كل هذه المتطلبات للأعداد اللي ممكن أقبلها.
فلما يجي تيجي الجامعات الرسمية وتنسب هاي الأعداد حسب الطاقات الاستيعابية وحسب معايير الاعتماد، تيجي هيئة مؤسسات التعليم العالي بتدققها، فإذا وجدت مطابقة بتنسب لمجلس التعليم العالي بيقول لهم هاي الأرقام مطابقة للطاقات الاستيعابية الموجودة فعليا. ماشي. وإذا كان هناك تجاوز بتقول والله هذه الأعداد متجاوزة. عدد المقاعد التي نسبتها الجامعات الرسمية الستة 1245 مقعد، يعني 1245 ماشي، يعني مجمل الست جامعات قالوا احنا بنقدر ناخذ 1245 كويس. الان هذه 1245 بده يتم تدقيقها هل فيها تجاوز على الطاقات الاستيعابيه ولا لا. تقريبا تخفيض الاعداد 50% عن العام الماضي اذا تحدثنا انه 1245. نعم ماشي. احنا بنيجي نقول الان 1245 ماشي على تفاوت الجامعات الرسمية. بالمناسبة في جامعات رسمية نسبت بأعداد وأخذت عدد مساوي أو أكثر بقليل من العدد اللي نسبته. ماشي. يعني مثلا جامعة نسبت بثمانين أخذت مية، هي طلبت ثمانين، فأنا ما بقدر تقول لي أنا طاقتي إني أدرس ثمانين طالب، فكيف أنا بدي أجي أعطي 500 طالب أقول له خذ 500 مقعد؟ هو طيب. يقول لي أنا المختبرات اللي عندي تمام والقاعات وأعضاء عدد أعضاء التدريس اللي عندي بقدر أخذ عدد معين من الطلبة، نسب لي مثلاً 100 أنا أعطيته 100. لكن باجد مثلاً جامعة أخرى وأنا ما بدي أذكر أسماء جامعة، مثلاً عنده تجاوز على الطاقة الاستيعابية 2000 طالب طب، منسب لي ب 450 مثلاً أو 500 طالب، فكيف بدي أجي أخذ أنا 500 طالب؟ فأنا برجعه للحد الأدنى اللي ممكن يساوي الجامعة اللي ما عندهاش طيب تجاوز. ماشي. فبالتالي الرقم اللي نسبت فيه الجامعات الرسمية هو عبارة عن 1245 طالب، تم تخفيضه إلى 640 طالب. ليه؟ 640 بس معلش 640 مقعد مع المكارم ولا بدونها؟ لا في عندك الآن نسب تكون لأبناء منتسبي القوات المسلحة، في عندك نسب لأبناء العاملين، في عندك نسب لأبناء المعلمين، في عندك نسب لأبناء العاملين مش في القبول الموحد. أبناء العاملين بتكلم في الجامعات الرسمية نفسها في مقاعد مخصصة، هذه بتتجاوز الأرقام. فالرقم أنا المتوقع أنه يوصل عدد المقاعد الطب ممكن يوصل لحوالي 1300 مقعد طب. هي اختلف الموضوع، هيك اختلف الموضوع تماما. ليش اختلف؟ هذا اللي بصير دائما في عندك أنت مقاعد لحظة عندك أوائل المحافظات. بس خليك معي خليك معي، هذا الدكتور اتفاجئ شفت ردة فعله. أنا اللي بعرفه القرار قال دكتور بأنه عدد مقاعد الطب 640 بما فيها المكرمات صح؟ هيك أنا اللي بعرفه. في عندي موازي وفي عندي كمان لا غير الموازي. الموازي بدي أحسب كمان الموازي عنده وبدي أحسب كمان البرنامج الدولي، فعندك أرقام راح تتجاوز هاي الرقم. طيب ماشي. إذن الآن مقاعد الطب في الجامعات الرسمية ستكون كم مقعد دكتور؟ 640 قلت لي قبول موحد. قبول موحد 640 ماشي. الآن في نسب لأبناء منتسبي القوات المسلحة 20% غير 640 نعم. في عندك الآن مكرمة الجيش غير 640 نعم ماشي بنسبة محددة من 640 في نسب في نسب وغيرها من 640. في عندك أبناء أوائل المحافظات، في عندك أبناء العاملين في الجامعة حسب ماشي نسب معينة. فالرقم صعب إني أجي أقول لك قديش بالضبط تحديدا، لكن في أنا اللي بعرفه 133 مقعد تبعين المكرومة صح؟ ساعدني تعرف نحكي؟ تفضل طيب. بس أوضح هاي النقطة فضل. وبعدين بجاوب على بوضح بالنسبة لل 640 هو 640 حسب القرار الرسمي هو عدد المقبولين على قائمة القبول الموحد نعم. هيك اسمها قائمة القبول الموحد. قائمة القبول الموحد وفق السياسة العامة للقبول الجامعي اللي بتطلع كل سنة شو بتضم؟ بتضم التنافس صحيح، بتضم 20% مكرمة الجيش، بتضم 5% سنوات سابقة، 5% لا ما في ابناء عاملين. هلا بحكي لك ابناء تربيه 5% مكرمه معلمين وشهادات سابقه وسنوات حكيت سنوات سابقه وضم توجيهي غير اردني وفي شهادات اجنبيه واوائل الالويه ومحافظات وابناء الشهداء بيكون عددهم محدود يعني. وعندك كمان ابناء مخيمه. كم مقعد بيطلع هذول؟ هذول احنا على حسبتنا التاريخيا يعني بيطلعوا من 45 ل 50% 40 45 يعني بتحكي ماشي. لانه احيانا كيف بيكون الاستاذ عامر بيكون طالب مكرمة الجيش بس داخل بمعدله ماشي. طالب مكرمة المعلمين غالبا بيدخل بمعدله ماشي. فهمت كيف؟ فبتكون عندك انت من ال 640 بالحد الاقصى التنافس حيكون 400 بحد الاقصى.
فهمت علي؟ والباقي استثناءات. هلا في عندك شيء اسمه القوائم خارج قائمه القبول الموحد، اللي هم زي مكرمه العشائر والاقل حظا 10%، وابناء العاملين وابناء الهيئه التدريسيه طيب. بيكونوا برضه من 5 ل 10% احيانا بيرفعوا ل 15. هاي هي النسبه ككل. بنضاف لهم حسب قانونيا طبعا هذا بتطبقش، بنضاف لهم 30% من المقبولين على الموازي. يعني عندك انت 640 بتحكي 30%، يعني اليوم عدد 200 تقريبا. معلش، عدد المقبولين في مقاعد اليوم رايحين ينقبلوا بمقاعد الطب عددهم 640 كامل مكمل قبول موحد. قبول موحد، قبول موحد. بينضاف لهم ابناء عاملين بحدود ال 10% 5%، ماشي. وبينضاف لهم اقل حظا وعشائر 10%، وبينضاف لهم الموازي 30%. يعني بتحكي رح يطلع الرقم بالرينج، بالرينج الرقم تحديدا 1000 تقريبا، 1200 ل 1300. لا لا ما وصلش ل 1000، 1200 ل 1300 الى 1300 مقعد. نعم. بس على التنافس بس خلينا اكمل. كم هلا احنا السنه الماضيه ال 2150 هذول كانوا قبول موحد فقط، غير المكرمات الاخرى، غير الاستثناءات، يعني غير الاقل حظا، غير يعني اليوم انت بتقول لي معلش القبول الموحد السنه الماضيه كان 2150 150 اليوم 640 بالضبط، فاهم علي؟ حتى توضح الصوره. يعني احنا ما بنقارن، خلينا هيك خلينا هيك واضحه. ايوه هيك الامور بتكون واضحه. طيب النقطه ليش دكتور طيب 70%؟ طب ليش ما خليتوها تدريج؟ لا مش 70%. الان بحكي لك شغله بالنسبه ل مجلس التعليم العالي عندما يرسم السياسة على ضوء المعطيات الموجودة على أرض الواقع. الآن لما أجي أشوف أنه الجامعات فيها 20,000 طالب طب وطاقاتها الاستيعابية 15,000 طالب، طب ليش نسمح لهم السنة الماضية؟ ما هو أحكي لك مش السنة الماضية، هذا الأمر إذا نرجع فيه نرجع فيه. بس تسمح لي بس خلينا أكمل السؤال صغير. من وين جبنا رقم 15,000 الطاقة الاستيعابية للجامعات؟ طيب هسه بجاوبك. الآن إحنا نرجع بالتاريخ للكورونا، ماشي. سنة الكورونا صارت ظروف عالمية ومنع الطيران، لا منع الطيران طيب. ومنع السفر، ماشي. فكانت في ذلك الوقت بأنه طلبتنا مش راح يقدروا يطلعوا يدرسوا طب خارج، وانت تعرف العدد الأرقام اللي بيدرسوا طب في الخارج هي أعداد كبيرة جدا، نعم. مش قليلة. وبالتالي اضطرينا أنه أو اضطر مجلس التعليم في ذلك الوقت إلى رفع النسب للطلبة المقبولين في الجامعات الرسمية. ماشي. هسا هذا قرار فرضته الظروف المحيطة في ذلك الوقت. ماشي. لكن لا يمكن أن أظن أقيس على هذا الرقم كل سنة. فتم تخفيض السنة التالية. تم تخفيض السنة التالية. لكن لما أجي ألقى عندي تجاوز 5,000 طالب الطاقة الاستيعابية، وهسا رح أجاوب الدكتور من وين بيجي هذا الرقم. هذا الرقم مقلق، مش بس مقلق، مثير للقلق باستمرار. ليه؟ لأنه انت الان لما تجي تتكلم عن جامعات تم تخصيص مقاعد الطب فيها على اساس انه في عندها مختبرات وعدد اعضاء تدريس، وظل نفس عدد اعضاء تدريس وظلت نفس المختبرات، واللي زاد فقط هم الطلبة. طيب. فانا بالتالي انا لازم اكون حريص على جودة التعليم، لازم اكون حريص على سمعة المؤسسات التعليمية الأكاديمية، لازم أكون حريص على مخرجات طيب. التعليم. ليش؟ لأنه أنا الآن الطالب الطب بس يتخرج بده يمثل الأردن، صحيح. الآن الطالب بس يتخرج، الطالب الطب بالمناسبة هي المهنة الوحيدة اللي ما مش ممكن الطالب الطب يرجع يقبل أنه يشتغل بمهنة أخرى. يعني لازم طبيب لازم يشتغل مهنة الطبيب، وبالتالي ما بقدر أنا أجي أقول بعد فترة معينة أنه والله أنا هذولا الخريجين الطب طيب. وين بدي أوديهم أو مدى جودة تعليمهم. فإحنا عندنا مؤسسات تعليمية متميزة كويس. كسمعة أكاديمية بدنا نحافظ على هاي ماشي. السمعة. أنا بتعطيك دورك دكتور، بس خلينا أجاوب على سؤاله، بدي أطلع فاصل طيب. وراح تجاوب على سؤاله وبتعطيه حقه كمان بالإجابة، بس أنا بدي أسأل سؤال. طيب إحنا مرة واحدة قفزنا 70%، هذه نسبة كبيرة. بدي أسمع الحديث من نقابة الأطباء أيضا، لكن بعد فاصل قصير. وتفضلوا بالبقايا معنا.
اهلا بكم من جديد وجدت ترحاب بجميع الضيوف. مباشره لك الدكتور حازم القرال رئيس اللجنه الاعلاميه في نقابه الاطباء. كيف تنظر نقابه الاطباء الى ان اليوم المقبولين في مقاعد الطب على القبول الموحد 640 مقعد فقط؟ مساء الخير لك ولضيفيك الكريمين ولجميع المشاهدين والمستمعين الكرام. حقيقة كانت نقابة الأطباء هي أول من دق ناقوس الخطر بأننا نواجه مشكلة حقيقية في تخصص الطب. ولمعرفة حجم المشكلة اسمح لي أن أستعرضها معك بلغة الأرقام. تفضل. يبلغ عدد الأطباء المسجلين، العدد التراكمي للأطباء المسجلين في نقابة الأطباء إلى اليوم 42 ألف طبيب تقريبا. من متى؟ منذ تأسيسها. أي سنة؟ بالخمسينات. ماشي. عدد الأطباء الممارسين اليوم الأردنيين داخل وخارج المملكة 27900 طبيب. ماشي. عدد الطلاب في كليات الطب داخل وخارج المملكة يتجاوز حاجز 30000 طالب. بمعنى أنه إحنا سنواجه بعد 5 سنوات عدد أطباء يسجلوا في نقابة الأطباء يفوق عدد الممارسين. يتخرج سنويا ما يقارب من 2500 إلى 3000 طبيب سنويا، وهذا الرقم بتصاعد ويتزايد. حاجتنا المحلية هي من 1000 إلى 1100 طبيب، 500 طبيب تعيينات وزارة الصحة و500 إلى 600 في باقي القطاعات. بمعنى أنه حاليا هناك 1500 طبيب لا يجدوا فرص عمل داخل الوطن. طيب، عدد الأطباء الذين نستطيع تسويقهم في الخارج، ما في دراسة حقيقية، ولكن هو أقل بكثير من 1500. وبالتالي إحنا إذا بقي الحال على ما هو عليه سوف نواجه أرقام مرعبة من البطالة في الطب لن تستطيع أي حكومة التعامل معها. ووجهة نظرنا بأنه كان لابد من التعامل مع هذا الموضوع بقرار جريء. ولكن دعني أعلق على القرار الذي تم اتخاذه. أعتقد بأن هذا القرار كان فيه نوع من التسرع وغير مدروس، لأنه تخفيض النسبة بشكل كبير يعني تصل إلى 70% أولا سوف يخلق إرباك عند جميع أطراف المعادلة، الطلبة وأهاليهم، هذول الأطباء يعني استعدوا الطلاب وجهزوا حالهم وكان عندهم خطط، وبالتالي هذا شكل صدمة لهم. نعم. أيضا طرف المعادلة الآخر، طلبة الطب في الجامعات الأردنية يشكلوا مصدر دخل لهذه الجامعات، وبالتالي أنت عندما تخفض هذا العدد بشكل فجائي أعتقد أنه راح يشكل عندهم صدمة من الصعب امتصاصها بشكل مباشر. تقصد الموازي أيضا، لأنه نسبة الموازي على عدد مقاعد في كل جامعة. بالضبط. ونقطة أخرى، أنا حتى لا أفرغ هذا القرار من مضمونه، أنا اليوم عندما أتخذ هذا القرار بهذا الشكل سوف أضع الطلبة وأهاليهم أمام خيارين، إما التوجه نحو كليات الطب الخاصة أو الذهاب خارج البلاد بحثا عن دراسة تخصص الطب. وبالتالي أنا حقيقة أفرغت هذا القرار من محتوى وما استفدت شيء، بالعكس أنا كلفت كلف مالية زائدة على الأهالي وعملة صعبة على الوطن. ماشي دكتور فاخر، تفضل لك الوقت. يعني انا سجلت ملاحظاته وراح اطرح لك اياه، واكيد سجلت. تفضل دكتور. لك وقت. تحياتي لك وللساده المشاهدين، تحياتي للدكتور حازم والدكتور انيس. خلينا نبلش بالنقطه الاساسيه، احنا وين المشكله اللي عندنا؟ عندنا مشكلتين. المشكله الاولى انه الطاقه الاستيعابيه للجامعات الرسميه اقل بكثير من الاعداد اللي موجوده. واحنا بالحمله من 2019 صار حكينا وعندنا تصريحات والتقينا بوزراء ولجنة التربية مجلس النواب وحكينا إنه في خطر قاعد بيصير، وحكينا إنه الكارثة اللي صارت في 2019، مع احترام للدكتور أنيس، القصة ما بلشت في 2020، القصة بلشت في 2019، والمشكلة ليست في الكورونا، المشكلة في سياسات التوجيه. أنا حكيت أحد مظاهرها. خليني أكمل بعد إذنك. المشكلة في سياسات التوجيه. في 2019 طلعت لنا سياسة التوجيه الدورة الواحدة، وعشان يسوقوا الدورة الواحدة لأنه كان في عليها اعتراض كبير عملوا معدلات مرتفعة جدا بأرقام مهولة، لدرجة إحنا كان سابقا اللي بجيب 99 فما فوق يكونوا 5-6 طلاب. في سنة 19 كان عندنا فوق 500 طالب 99 فما فوق علمي فقط لا غير. 70 واحد صح؟ لا، هذا في 2020. 2020 صح، ماشي الحال. بنحكي عن فوق 500 طالب جابوا فوق 99%. وطلع يومها، أنا بتذكر كنت أنا في مقابلة مع إحدى الفضائيات، طلع أمين عام الوزارة يحكي لي يعني أنت يا فاخر زعلان إنه إحنا شعبنا صاروا أذكياء، يعني بهالحجة هاي. تمام. فاضطرت الوزارة حينها لأنه صارت في احتجاجات طلابية واسعة، اضطرت تستقبل أعداد كبيرة، تفرض على الجامعات تستقبل أعداد فوق طاقتها. والجامعات زي مثلا الجامعة الأردنية ما بتوفي معها تستقبل طلاب ب 45 دينار وتقلل الموازي، فراح الوزارة سمحت لهم
بيستقبلوا كمان أعداد كبيرة من الموازي، فصارت الجامعة الأردنية مثلاً أو التكنو فيها 1200 دفعة الوحدة 2019. في 2020 إجينا على الكورونا نفس الشيء، في 2021 برضو نفس الشيء، إجينا بال 2022 حكوا بدنا نخفض العدد، وإحنا كنا من المطالبين بالتخفيض التدريجي لأعداد المقبول، وهذا تصريح تصريحاتنا موجودة يعني ماشي الحال، وقلنا في كوارث قاعدة بتصير. إجوا بال 2022 خفضوا 20%، كان في ضغوط نيابية تراجعوا عنها تدريجيا، وحكوا إحنا كل سنة هي مجلس التعليم العالي قرار ماشي بدنا نخفض 20%، وكانت الأرقام واضحة أستاذ عامر، يعني الوزارة ما صحيت من النوم قبل أسبوع لقيت إنه الجامعة الأردنية فيها أعداد كبيرة وفيش مستشفى يستوعبهم، ولا جامعة العلوم ولا صحيت لقيت جامعة البلقاء تقبل 700-800 طالب وهي ما فيش لها ما فيش عندها كراسي يقعد عليها ماشي. على سبيل المثال ماشي الحال. فهذا الحكي من السنة الماضية الوزارة، يعني من شهر 9 السنة الماضية كانت الأعداد المقبولين موجودة وانتهى الموضوع وشايفة، فبالتالي كانت الوزارة إذا بدها تخفض تحكي أنا يا جماعة بعد اللي شفته بدي أغير أعدل النسبة وأعملها 30% مثلاً، تعملها 40% ماشي. ليش؟ لأنه أنا في عندي طلاب في 600-700 طالب تقريباً معيدين معدلهم فوق 96%، هدول عادوا سنة كاملة وضيعوا من حالهم سنة كاملة عشان يرفعوا معدلهم يدخلوا طب، لما أنت رفعت قللت النسبة بنسبة 70% أنت هدول انشطبوا ضيعوا سنة من حياتهم. طلاب الاي جي مثلا هدول معتمدين انه انا بجيب معدل 199.6 الى اخره بدخل جامعه احدى الجامعات الاردنيه، لو انه عامل حسابه كان قدم لجامعات اخرى، اما الان ما في مجال امامه. النقطه الثالثه طلاب التوجيه 2005 كان رتبوا امورهم كيف هم خياراتهم حتكون المستقبليه، اما انا قبل اسبوعين استاذ عامر انت حضرتك استضفت الناطق الاعلام باسم الوزاره وانا حضرت المقابله وقال حرفيا انه احنا سالته انت كم مقعد طيب وقال لك انت هذا اللي بدك اياه اذا بتذكر، قلت قال لك عندي 2150 طالب قبول موحد حينخفضوا السنه 20%، هذا حكي قبل اسبوعين. قبل 4-5 ايام برضو مع حضرتك ونفس الناطق الاعلامي بيقول انه بدي اعطيكم هالخبر احنا خفضناهم ل 640 طالب، وقال لك انه هذول قبول موحد مش بنافس بس كامل ماشي الحال. وبالتالي التخفيض اذا بنحسب 2150 ناقص 740 على 2150 هي رياضيات يعني طيب. ماشي الحال تطلع 70%. هل يعقل انه الوزاره في خلال اسبوع صحيت من النوم اكتشفت انه عندها هاي الاعداد الكبيره من الطلبه واكتشفت انه والله انتبهت انا ها فيش طاقه استيعابيه، اكتشفت انه انا فيش كراسي، اكتشفت انه فيش اسره؟ هل يعقل انه انا في خلال اسبوع اكتشفت هاي الشغله؟ النقطة الثانية يعني لا كان لازم ننزله 20% ولا 40% تقصد؟ احنا كان يفترض ضمن السياسة اللي انحطت انت اعتمدت من اول السنة 20% اعتمدها واحنا معها واحنا ماشي. بنأكد طيب. ضرورة ماشي. اما انت بتعرف هاي ال 70% شو معناتها؟ انت خمس سنين لقدام قفزت خمس سنين لقدام مرة خمس سنين احسب ال 20% كويس بسنة 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 بيطلعوا بالضبط خمس سنين. النقطة الأخرى طيب انت بتيجي بتحكي لي انه انا عندي خلل، طب احنا بدنا نضلنا لإمتى انه الحكومة تعمل الخلل كارثة 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 وفي الآخر بالآخر تنزل حالة تحكي للمواطنين شو أسوي لكم؟ عندي أنا مشكلة اقتصادية، أنا عندي شبهة فساد، أنا عندي كذا، وبالتالي بدي أرفع الأسعار مثلا، فاهم علي؟ إحنا عندنا خلل. هل إذا في وقفة جدية هل وقفت الحكومة أمام المتسببين بهذا الخلل وهي الأرقام الكبيرة اللي دخلت الجامعة وحاسبت؟ هل في محاسبة حقيقية أمام هذا الموضوع؟ النقطة الأخرى بعجالة عشان نعطيه حق النقطة الجو. الأخرى هاي الأخطاء اللي في السياسات الرسمية اللي من 2019 و2020 وهذا التخبيص في سياسة التوجيهي والأرقام المرعبة مرعبة جدا، الأرقام اللي بنحكي فيها كانت يعني بتيجي بتحكي لي 500 طالب جابوا فوق 99 يعني إشي كارثي، وما كان فيها MCQs أيامها، ما كان ضع دائر عشان تكون المسألة سياسات التوجيه ماشي الحال. هل بيتحملها الطالب؟ بيجي بالطالب 2005 بيتحملها ولا بتتحملها الحكومه؟ هذه النقطه. النقطه الاخرى معلش كم نقطه ظل عندك على السريع؟ النقطه الاخرى انا باجي انا كطالب 2005 بشوف الوضع بطلع انه والله في ضغط في الجامعات والحكومه والله كويس يعني كمصلحه وطن في منه الترخيص خمس جامعات طبيه ترخيص 12 جامعه كليه طب اسنان. هل يعقل هذا الحكي؟ أين المنطق؟ أين المنطق في أنك أنت بتقول لي أنا بدي أخفض؟ هل المشكلة اللي عندك في جودة التعليم بتحلها بإني بفتح جامعات خاصة بتقبل 80%؟ هاي بتحل جودة التعليم؟ هذا سؤال مطروح. نقطة الأخرى
انت في هذا القرار هل بتعتقد بانه الطلاب حيتقلص عدد اللي بدرسوا طب، اللي راح يدرس طب من طلاب 2005؟ قصدك هاي يسافروا برا الطاوله 100%. طيب. وبدل ما بدل ما يدخلوا موازي هون حيطلعوا يدرسوا برا في جامعات قريبه منا، وقاعدين بيسوقوا الان الجامعات القريبه منا بتسوق حالها فرصه ولقتها. خليك اذا كسر حطيك بس انت ذكرت ثلاث نقاط رئيسيه للامانه. الاولى نسب كبيره القفز 70%، بقول لك 20% يعني كانت كافيه، وهم من طالبوا ايضا مع الوزاره انه يا عم يخفضوا. نقطه ثانيه بقول لك برسم السياسات، ما عمرنا شفنا مسؤول برسم سياسات يتحاسب اذا كانت سياسته خطا، وهو يقصد سياسات الوزارات السابقه. نقطه ثالثه سياسات التوجيه، بتوقع الان اختلفت التوجيه لانه صار 10 سنين هي ما حد راح يتدخل بالتوجيه. بقول لك 2005 ليش ما بلغتوهم قبل؟ كان شافوا حالهم برا، والان انت بتمنعني بتقلص عدد المقاعد وبتفتح جامعه طبيه، تناقض. طيب كيف يجيب الدكتور انس؟ تفضل. طيب انا بدي اجاوب على كل النقاط اللي اثارها. نعم. بس انا لابد ان اشير الى مساله. تفضل. الدكتور فاخر لما يتخذ موقف لازم يظل على موقف. ماشي. طيب خليني اقرا لك انا 1/10/2022 دكتور فاخر ايش كان يحكي. منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا الدكتور فاخر عدعاس اليوم السبت إن الأرقام المتعلقة بقبولات الطلبة في الكليات الطبية بالقبول الموحد مرعبة جدا. ماشي. عن إيش بتحدث؟ بتحدث عن 2350 ل 2400 طالب. ماشي. موضحا أن كليات الطب بالأردن سعتها حسب الجامعة من 100 ل 200 طالب، وذلك يعني أنه تم قبول 6 إلى 8 أضعاف الطاقة الاستيعابية. ماشي. هذا كلامه. ماشي. إن ذلك يؤثر على ماذا؟ جودة ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى أن الكليات الطبية ستصبح سمعتها سيئة. طيب. مشيرا إلى عدم وجود مستشفيات تعليمية قادرة على استيعاب هذه الأعداد. ماشي دكتور. دكتور أنا هلأ كل ما حكينا فيها. خلنا نكمل. أنت بتعيد قادر هلأ يعني. طب ماشي. قادر. لحظة بدي أقول لك شو علق السلام. قادر على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة ونحن ندق ناقوس الخطر. بالضبط. كويس. لما يجي مجلس التعليم العالي بده يعالج بقول لك انت الان اخطات. لا 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 ما حكيت. لحظه شوي خلي جاوب لا عليك يا دكتور. خلي اكمل لك كل النقاط. تفضل. ذبحتونا ترحب بقرار التعليم العالي وتحذر من الاعداد الضخمه للطلبه في الكليات الطبيه. متى؟ ب 8/5/22 رحبت الحمله الوطنيه لاجل حقوق الطلبه ذبحتونا بقرار مجلس التعليم العالي برفع الحد الادنى لمعدلات القبول في الثانويه العامه الاردنيه وما يعادل لغايه الالتحاق بالجامعات غير الاردنيه. ماشي. 85%. تمام. هذا قرار. وفي ظل الاعداد هذا يكون 90. لحظه شوي. هلا احنا بنطالب يكون 90. شو اقول لك شو وجه الاستشهاد؟ وفي ظل الاعداد الضخمه من طلبه الطب على مقاعد الدراسه في الاردن وخارج الاردن والتي تصل الى ما يقارب 40,000 طالب وطالبه. طيب. من ضمنهم 25,000 طالب وطالب في كليات الطب السته في الجامعات الاردنيه الرسميه. كويس. لحظه شوي. وختمت حملة ذبحتونا تصريحها بمطالبة مجلس التعليم العالي عدم الخضوع لأي ضغوطات للتراجع عن هذا القرار. دكتور 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 ماشي ماشي لو سمحت بس خليك معي خليك معي. القرار 85% فما فوق أيوة المعدل. لا لا اللي هو خارج الأردن. خارج الأردن خارج الأردن معلش. واحنا هلا بنطالب. أنا بحكي لك شو احنا كحملة احنا الآن بنطالب تكون 90%. كويس. 85% أجاوبه لأنه أنت إذا بدك تحل مشكلة أنت ما بدك تحل مشكلة أنت بتفاقم مشكلة. لا لا ما بتفاقم. النقطة الثانية جايب لي تصريحاتنا احنا هاي التصريحات انا حكيتها هلا قبل ما تقول انا حكيت لك انت حكيتها انا حكيت ظرف انا حكيت لك انه انا احنا مع التخفيض. طب انت بدك تحكي لي اعداد كبيره ما انت حكيت عني فانا لازم اجاوب. انا بعرف انه اعطاني الكلمه عشان ارد عليك فانت قاعد بترد على نفسك. انت رحت رديت علي بتحكي. طب خلينا طيب. رح يرجع يعطيك دكتور ظافر ودكتور انيس تعطونا الاجابه لو سمحت على الاسئله اللي الناس بتستناها. طيب خلينا بس لو سمحت انا بدات حديثي بالكلام عن قانون والكل ينبغي ان يحترم القانون. قانون الجامعات المادة 10 بدي أرجع عيدها مرة ثانية. يتولى مجلس الأمناء مجلس أمناء الجامعة الرسمية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد بده يراعي معايير الاعتماد وضبط الجودة وذلك بتوصي من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة للقبول التي يقرها مين؟ مجلس التعليم العالي. تيجي على السياسة العامة اللي بيضعها مجلس التعليم العالي في كل عام. بمعنى الاعداد متى بتوصل لمجلس التعليم العالي بيقول ليش القرار متاخر متى بتنسب متى بينسب او متى بينسب مجلس امناء الجامعات الرسميه لهيئه الاعتماد بالاعداد متى بعد ما يتخرجوا الطلاب بينسب الاعداد
خريجين الفصل الثاني بنسب الاعداد، وبالتالي ما في تاخير، مش الان بقدر اخذ قرار لاني انا ما بعرف الاعداد اللي راح يسمي فيها دكتور. بس خليني اقرا لك محدد مجلس بس معلش انا فهمت عليك الان انه صاحب من اقترح اعداد المقاعد الطب على مجلس تعليم الجامعات. سيدي هي بتنسب، لا مش بتقترح، هي مش بتقرر الاعداد، هي بتنسب. الان انا كمجلس تعليم عالي براقب هي الاعداد هاي ضمن الطاقات الاستيعابيه ولا لا؟ اذا كانت ضمن الطاقات الاستيعابيه انا بوافق عليها. طيب دكتور الانسان الطلاب اللي بدرسوا الان سنه ثانيه طب كيف الجامعه مستوعبيتهم؟ طيب سؤال ممتاز. لانه الان يوم انا طالب طب ماشي بدي اروح على فاخر اقول له يا اخوي ليش انت ما قبلتنيش سنه؟ ما هي قابل اخوي، انا اخوي اكبر مني بسنه. ممتاز. مين اللي حدد؟ قال مثلا احدى الجامعات الرسميه قالت لي انا بقدر اخذ 100. مين اللي حدد لي؟ هي بتقول لي انا بقدر اخذ 100، طاقتي اخذ 100. طيب ليش افرض عليهم 500 او 600 او 1000؟ هو نفسه بيقول لي انا بقدر اخذ التعليم 100. العالي من يفرض عليهم كان مجلس التعليم العالي. لا لا لا, لا هذا ضمن السياسه العامه. طيب للقبول ماشي. التنسيبات تاتي من مجلس الامناء، مجلس التعليم العالي يراقب اذا كانت هذه الاعداد ضمن الطاقات الاستيعابيه بوافق عليها. طيب اذا كان في تجاوز على الطاقات الاستيعابيه بردها للحد المعقول. الان في ظل حتى يعني الارقام السنه الماضيه ردها للحد المعقول يا سيدي، حتى في ظل ردها السنه الماضيه ردها للحد المعقول. لا انا اقول لك ليش ال 2500 هذول كان راددها للحد المعقول يا اخوي. بعدين انا مش متابع لهذه النقاط. لا 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 يعني مجلس التعليم العالي السنه الماضيه كان بيعرف انه الحد المعقول 2500، السنه صحي لا الحد المعقول 640. يعني شو يعني الأسرة اختفت يعني السنة عن السنة الماضية؟ كان في أسرة وكان في مقاعد فقبلته 2500، السنة صحيت ولقيته الأسرة تبعت المستشفى اختفت والكراسي تطبشت فرجعنا لل 640. تفضل والله بس عشان افهم الفكرة. جاوبوا على هذا السؤال بالله عليك. طيب خلينا بين السنة الماضية وهي السنة. طيب تفضل. احنا قبل شوي قلنا في ظروف، لما انا قلت عده مظاهر من ضمنها كورونا. ماشي. السنه الماضيه ما كان في كورونا. خلينا احكي انا قلت من كان في قرار بالتخفيض السنه الماضيه. طب خليني اجاوب يا سيدي العزيز. تفضل خليني اجاوب. تفضل بال 2019 تم موضوع السنوات التحضيريه في احدى الجامعتين الرسميات، الجامعه الاردنيه وجامعه التكنولوجيا، 2018 2019. ماشي. الان نتيجه سياسات معينة تم قبول كل الطلبة اللي قدموا للسنة التحضيرية. صحيح. وبالتالي هذا كمثل عبء إضافي على كليات الطب في الجامعات الرسمية. بال2020 إجا موضوع الكورونا. صحيح. الآن كمجلس تعليمي العالي هل بتنبأ بالتطورات بالدول المحيطة أو الدول العالمية؟ ما كنا عارفين موضوع الأزمة الأوكرانية. إجت الأزمة الأوكرانية. الآن أنا واجبي كمجلس تعليم عالي زي ما هو واجب كل أردني حريص على طلابنا خارج الأردن أني أستوعب الطلبة اللي كانوا في دولة فيها حرب. هذول ما لهم دخل في 2500. أنا بتكلم عن هذول ما لهم دخل في 2500. أنا بتكلم عن الأعداد. ليش الأعداد الطاقات الاستيعابية على سؤالك لما قلت لي فيه ليش عندنا 5000 طالب زيادة؟ لا مش 5000 اللي زيادة. كيف؟ لا 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 أنا معلومتك مش دقيقة دكتور. لا دقيقة. لا لا 15000 إحنا طاقتنا الاستيعابية. أنا بتحداك إذا طاقتنا الاستيعابية توصل 5000. لا لا 5000. 5000 يعني طالب زيادة على مقاعد الدراسة. طيب في الطب. أنا مضطر أطلع فاصل قصير أخير وبعد ذلك أتواصل. بس بدي أكمل. كمل بدي فاصل قصير أخير. تفضل بقينا. أهلا بكم من جديد. جد ترحاب بضيوف الدكتور بعجالة. تفضل أكمل. سيدي مجلس التعليم العالي عندما يتخذ أي قرارات متعلقة بأعداد الطلبة أو يتعلق بقبول الطلبة بشكل عام ومن ضمنهم أعداد أو الأعداد المقبولين في كليات الطب يراعي المصلحة العليا لمؤسسات التعليم العالي ويراعي مصلحة العليا لسمعة التعليم العالي. هل سيتم التراجع 70%؟ خلوها 50% مش 70%؟ لا النسبة أنا قلت لك قبل شوي الأرقام اللي وصلتنا من الجامعات الرسمية نفسها 1245. أنت بتقيس على أعداد سنوات سابقة، أنا بقول لك الأعداد التي تم التنسيب فيها من الجامعات الرسمية 1245. الآن أنا قبلت 640 راح يضاف لهم على الموازي. إذا تم تعيين أساتذة أكاديميين جدد بنحل المشكلة وبتزداد أعداد الطلبة ولا؟ هذا سؤال ممتاز. أي جامعة بتقدم لهيئة الاعتماد طلب رفع طاقة استيعابية ووفرت متطلبات الاعتماد الخاص فورا بتم رفع الطاقة الاستيعابية. خلي أي جامعة رسمية تعين عدد أعضاء تدريس حسب متطلبات هيئة الاعتماد يتم رفع الأعداد. طيب دكتور يعني أنا أول شيء يعني ما فهمت الفكرة من إنه بنحكي عن أوكرانيا
أنا ما فهمت العلاقة أوكرانيا في الموضوع. أنا أعطيني ما هو الحل الأمثل اليوم. السنة الماضية كان عندي مقبولين 2300 بال2022 2150 ماشي. نطوا ل 2500 تقريبا غير الموازية هذول ترى. طيب. غير الموازية. طيب. ماشي الحال. أنتوا السنة الماضية ما كنتوا عارفين لما إجيتوا حكيتوا للجامعات 2150 كانت هيئة الاعتماد شايفة إنه في كراسي وفي طاولات وفي أساتذة وفي مختبرات وفي أسرة. سؤال مين اللي أخذ القرار اللي يخلي في 2150 ينقبلوا وانت ما عندك لا أسرة ولا كراسي؟ واللي حكيته هاي تصريحاتي هي هاي بالعكس انت بتدعم وجهة نظري. يعني بشكرك انك طرحتها لان انا عدتها. يعني انا كنت حاكيها في اللقاء قبل اول ما بلشت حكي. طيب ماشي الحال. خليني بس اوضح النقطة الثانية انه انت قاعد تحكي لي انه احنا بدنا نعتمد اللي حكته الجامعات. بدي اعطيك معلومة دكتور، ولا وزير تعليم عالي بيلتزم باللي بتطرحه الجامعات لا بحد اعلى ولا بحد ادنى. دليلك ايش؟ دليلك انا بدي اجيب لك ايش هي واقعي. اعطيني. في 2019 لما كان وزير التعليم العالي لما طلعت المعدلات المرتفعه هاي اللي حكينا عنها قبل شوي ماشي، طلعت الجامعات تحكي انا طاقتي الاستيعابيه ما بقدر لاني بدي اخذ موازي، بقدرش اخذ اكثر من 200 طالب في كل جامعه. الوزير فرض عليهم الضعف ونص. طب في فايدك شغله خلينا الموازي أكمل. محدد بموجب نسبه صحيح. خلينا اكمل 30% صحيح. خليني اكمل لك. طيب خليني اكمل لك هلا. فبالتالي لا تفرض وزاره التعليم العالي علوا او انخفاضا كل وزير، وانا بحكي لك لاني متابع من وليد المعاني لوجيه عويس لمحمد ابو قديس كلهم بلا استثناء وحتى اللي قبلهم واللي بعدهم كلهم بيفرضوا سياستهم في الاخر. انا مش وزير تعليم عالي عشان اتفرج عليكم. هاي نقطه اولى. النقطه الثانيه اسال سؤال الوزير بيفرض سياسته عليكم؟ لا بدي اقول لك شغله مش بيفرض سياسته. أولاً مع احترامي انا ما بحكي عن شخص الوزير، ما بشخص احنا بنحكي عن وزير. احنا بنحكي عن الوزير حقه انه يفرض سياسته على الجامعات. هو بالاخر مش متفرج. بس اكمل شغلتك. الموازي قصه الموازي لا عشان تكون بالصوره دكتور ما بعرفش اذا انت بتعرف. لا هاي 30% ولا جامعه تلزم فيها وبتحدى معقولة تحكي لي يعني الموازي الدجاج التي تبيض ذهبا للجامعة في في يعني في جامعة بتلزم كلية الطب فيها ما بتبيض ايش؟ لا ما بيستفيدوا الجامعة من الموازي؟ هسه بحكي لك تفضل معلش انا بدي احكي لك شغلة. السنة الماضية الموازي كان في الجامعات الرسمية التنتين الأردنية والتكنو بأعداد بديش احكي لك أكبر من من أعداد التنافس أو القوى الموحد يا قدو يا أعلى شوي. طيب تفضل. انا هاي معلومه. النقطه الاخرى بس معلش تحملني ما رحناش بدنا نروح على الدكتور حازم اعطيناه شطه كمل يلا معلش وتحدث كمل. مطولا ماشي الحال. اللي بدي احكيه ما جاوبتنا دكتور انتوا بين ليله وضحاها صحيتوا لقيتوا المشكله وجيتوا بدكم تحلوها هلا؟ طيب. يعني انتوا كنتوا طول الفتره من شهر 10 السنه الماضيه لهلا بتحكوا ب 20% لحديت قبل اسبوعين بتحكوا ب 20% صحيتوا من النوم لقيتوا انه لا بدي اعملها 70%. طيب فضل. اولا احنا الحمد لله صاحيين دائما لا يعني قصدي انه بدي اقول لك شغله لما نوضع السياسات احنا صاحيين. مجلس التعليم هو بيستخدم مصطلح الوزير والوزاره، لا الوزير ولا الوزاره لهم علاقه بموضوع مجلس التعليم العالي. طيب هو الوزير بصفته رئيس مجلس التعليم العالي. أيوة رئيس مجلس التعليم العالي من يتخذ القرارات هو مجلس التعليم العالي وليس الوزير وليست الوزاره. اثنين موضوع ال 30% الموازي، انت دكتور وين بتدرس؟ انا طبيب. طبيب. الموازي محدد بموجب 30%، بمعنى انا لما اجي اعطي للجامعه الاردنيه 100 مقعد هو بيقول انه الجامعات اخذت عدد اعلى لا اقل في القبول الموحد او نسبت باعداد اقل عشان تاخذ اعداد اعلى في الموازي. طيب هو محدد ب 30%، بمعنى اذا طلبني بس فقط 100 مقعد في الطب معناته راح ياخذ 30 موازي. اذا نسب لي ب 200 راح ياخذ 60. طيب يعني بمعنى كل ما نسب لي بأعداد أكثر يعني راح يأخذ بالموازي أكثر. أنت بتحكي إنه الجامعات ملتزمة بال 30%؟ لا طبعا ملتزمة. وين هاد شفته أنت؟ أنت وين شفته؟ أنا بقول لك كشوفات شو إيه وين كشوفات؟ وين هورجيني كشوفات؟ روح على التكنو وروح على الأردن. لا أنت اللي تروح دكتور. أنا رايح دكتور. أنت قاعد معقول أنت بتحكي جد؟ عندك دكتور أنت بتحكي جد قاعد؟ طبعا بحكي أرقام صح. أنت طيب. الآن لما تيجي تقول أنا بدي أحكي لك شغلة. إحدى الجامعات الرسمية عدد الطلبة اللي فيها سنة أولى اجتني رسالة إنه بأحدى الجامعات 25% نسبة الموازي فيها. لا مستحيل. لا تتجاوز سيدي حسب التعليمات 30%. طيب أنا بدي أسأل سؤال. الجامعات الرسمية عدد الطلبة اللي انقبلوا السنة الماضية 1500 بس خليك معي دكتور. 500 قبول موافق. إحنا قاعدين بنوسع بالموضوع. أنا سؤالي اليوم واضح، هل سيتم زيادة أعداد مقاعد الطب للطلبة القبول الموحد أم لا؟ قبول موحد
هل سيتم تخفيض النسبة بدال 70% 40%؟ لا أبدا. طبعا هذا قرار اتخذ من مجلس التعليم العالي وصاحب الصلاحية. كويس دكتور، مجلس التعليم العالي ماشي. دكتور حازم قراله ماذا تقول؟ لن يتم تخفيض النسبة. يعني حقيقة أنا أرى أنه قبل اتخاذ هذا القرار هناك جهات معنية بهذا القرار كان لابد إشراكها بحيث نخلص إلى قرار حقيقي قابل للتعقيق، يعني لأنه يتحقق ويعكس أثره. يعني إحنا نرى بوجوب تخفيض عدد مقاعد الطب، ولكن يجب أن يكون أولا تدريجيا، ثاني يجب أن لا يختل معيار العدالة. أنت اليوم يعني بهذا القرار سوف تجبر الجميع بأن يذهبوا للبحث عن دراسة تخصص الطب في الخارج، وبالتالي يختل معيار العدالة، يصبح من لديه كفاءة مالية قادر على دراسة الطب، أما من حصل وكان الكفاءة الذهنية والعلمية أفضل وقدرة المالية لا تتيح له الذهاب إلى الخارج فإنه سوف يظلم بهذا القرار. دكتور فاخر بعجالة. بعجالة، أنا براهن على حكمة رئيس مجلس التعليم العالي، بدنا نحكي عن وزير التعليم العالي دكتور عزمي محافظة، وأنا بعتقد أنه رجل يستمع إلى الرأي الآخر، بعتقد بأنه إذا ما شاف إنه القرار اللي اتخذ قرار ليس في مصلحة الطالب ولا الجامعة ولا التعليم ولا الوطن هو حيتراجع عنه، وأنا بعتقد إنه هذا القرار لم يكن في مصلحة الطلبة، لم يكن في مصلحة الوطن، لم يكن في مصلحة العملية التعليمية، ولم يكن في مصلحة جامعاتنا. 30 ثانية. 30 ثانية سيدي، كنت أتمنى أكثر. قرارات مجلس التعليم العالي تستند إلى سياسات كما ذكرت تراعي المصلحات، مصلحة مؤسسات التعليم العالي الأردنية، تراعي مصلحة الطلبة في المقام الأول، تراعي جودة التعليم. سيتم التراجع؟ لا. هل سيتم اجتماع، أخذ اجتماع مع المعنيين؟ هذا برجع لرئيس مجلس التعليم. لو كان هناك ضغوط نيابية هل سيتم أخذ الضغوط النيابية بارتفاع عدد المقاعد؟ طبعا أكيد رح يشرحوا للنواب ويشرحوا لمجلس الأعيان أو اللجان مشروع يا دكتور، رح يشرحوا لهم شو أسباب معطيات هذا القرار. شكرا جزيلا لجميع الضيوف والسادة بالإستجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم قرالي، ظلمناك اليوم بالظهور، سامحنا دكتور. إياكم الله. ودائما أنت ضيف عزيز. الشكر موصول لمنسق حمد الذبحتون الدكتور فاخر داعش، شكرا لك لحضورك. شكرا لك عضو مجلس التعليم العالي الدكتور أنيس مشروع. دمتم بخير، تلقيكم غدا في حين كل التعليم.